الوجه الحقيقي لمحمد حسنين هيكل، لاني ما اعتقدش حد اتجرأ وقال الكلام ده قبلي. النبتة الاولى للتطبيل في مصر، وطلع وكذب هيكل وقال انه بيزيف التاريخ وان هو اللي شرع على ناصر انه ينقلب على الملك. ده على كده هيكل هو اللي قام بالثوره بقى، قصه ما يصدقهاش عيل في ابتدائي. ان عبد الناصر كان بيعشق هيكل، والله كان نفسي عبد الناصر يبقى عايش ويشوف المفاجآت اللي انا مخبيها لكم في اخر الحلقه. بس الحقيقه ان العلاقه بين السادات وهيكل ما كانتش قد كده، لكن وصل الامر بينهم ان السادات شالوا من رئاسه تحرير الاهرام وقال ان امه كانت جاريه، وكلام ما يصحش خالص. دي وصلت لدرجه انه اتهم السادات في قناه الجزيره ان هو اللي حط السم لعبد الناصر في القهوه. بقى مبارك عايز يقب على وش الدنيا، والله كل اللي فات ده تافه وملوش قيمه جنب اللي جاي. وده اتهام خطير من شخص مهم. فهيكل قال له انت تقصد ايه؟ قال له اقصد اكتر من اللي سمعته بودنك. كفايه كده ولا نقول كمان؟ كنت معاكم ريهام عياد، واتمنى تتابعوني على الفيسبوك واليوتيوب والانستغرام.